إسرائيل رفضت 22 طلب قدمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية، 22 طلب عشان بس يعرفوا يوصلوا المساعدات الإنسانية لشمال القطاع، وطبعاً ما وصل لهمش أي رد من إسرائيل. ستيفان دوجاريك متحدث الأمم المتحدة قال إن إسرائيل بتعرقل وصول المساعدات لشمال غزة، كمان صرح بإن 10 عمليات بس اللي قدروا يوصلوا من أصل 61 عملية في شهر يناير الماضي، رغم إن أكتر من 2 مليون شخص معرض لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت هجوم عنيف من الجانب الإسرائيلي. على الجانب الآخر، منظمات إغاثية دولية نددت بوقف تمويل الأونروا اللي بتعتبر الجهة المحورية في تقديم المساعدات للفلسطينيين. المنظمات دي قالت إن اللي بيحصل ده بيتنافى مع توصيات محكمة العدل الدولية بضرورة وصول المساعدات الإنسانية لغزة. يعني إسرائيل بتمنع وصول الغذاء وحرضت على وقف تمويل الأونروا وخلت غزة غير صالحة للسكن وبتستهدف الفلسطينيين في أي مكان. وإحنا لسه بنسأل إسرائيل هتقدم إيه لمحكمة العدل الدولية عشان تنفي تهمة الإبادة الجماعية.